السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من بايثون، الدرس رقم 88. طبعا احنا عدنا موضوع الانبوت والاوتبوت، بس قبل ندخل الموضوع الانبوت والاوتبوت خلينا ناخذ فكرة عن IDEs. IDE هو احنا بالبداية شرحناها، اللي هو الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت، اللي هي اختصار للبيئة التطويرية المتكاملة. الناس اللي خلينا نقول الناس اللي ما يعرفون ينصبون او شلون ينصبون هذا البرنامج، بالنسبه للبايثون عنده IDEs كثيره جدا، يعني تقدر تختار انواع واشكال من IDEs. مجرد لو نروح على فايرفوكس اوكي، بالفايرفوكس نكتب بايثون IDE، Python IDE أول رابط اللي هو Integrated Development Environments Python Wiki، راح يطلع لنا مجموعة متكاملة. شوف لاحظ هذا كل IDEs وكلها تنفع ويا البايثون، فأنت حر باختيارك، تقدر تمر على هذا الموقع وتقدر براحتك تختار شوف ياهو اللي يعجبك. طبعا هنا شرح مالته ومن شنو وشنو الشغلات اللي يدعمها وشنو الخصائص اللي موجودة بها، لكن بالنسبة لي أكثر شيء يعني أنا أستخدم اللي هو الكومودو والنت بينز، كون أنه أنا من مطورين واشتغل على الجافا، مطورين شغلي على الجافا، فاستخدم النيت بينز لانه يدعم كثير من لغات برمجة، مو فقط الجافا، يدعم كثير من لغات برمجة. ايضا باي تشارم انا احبه جدا لانه متخصص فقط للبايثون، وشغلات كلش حلوة يعني بها، واصلا هو لطيف يعني شكله حلو ومناسب، فممكن تستخدم كثير. طبعا اكل انتل جي واكل لاخ الانتل جي الايكليبس، طبعا الايكليبس ما ادري ليش معقولة ما مذكورة هنا، الايكليبس ايضا بيئة تطويرية رائعة جدا. ها الباي ديف اللي هو بلاجن، اللي هو اضافة تضيفة للايكليبس، رأسا راح يخلي الايكليبس يشتغل على البايثون. فهاي بس فكرة انه كيف انه انت تختار ال خلينا نقول تختار IDE اللي يناسبك. بالنسبة لجماعة الويندوز الموضوع جدا بسيط، انت مجرد تروح على الموقع مالتهم، بالموقع مالتهم طبعا هاي يعني نزلت الويندوز يعني بدون ان نزلت على الفيرتشوال، ف من ضمن IDEs اللي اني اختاريتها دا لاحظ انه اكو مجموعة IDEs، طبعا هذا الكلاود مالتي انت اكيد راح تنزله من الانترنت، بالكلاود انا عندي شغلات مال ويندوز ابلكيشن اللي هو الايكليبس انا استخدم كومودو وباي تشارم. فانت بالنسبه لك الايكليبس فقط مجرد تروح ايكليبس اكتب سيرش، سواء كنت تستخدم انت ويندوز او تستخدم لينكس، والمتصفح مالتك مهما كان ف هسه هنا انترنت اكسبلورر، فانت ممكن تكون فايرفوكس او تكون كروم، اي متصفح اعتيادي ما عندك مشكله، فقط اكتب بالسيرش مالته ايكليبس، عفوا حيروح الموقع مالته. هنا داونلود، من اضغط على الداونلود راح الاحظ يطلع لي كثير انواع من الايكليبس. لاحظ ايكليبس لكل كثير من اللغات تدعمها، يعني من ضمنها السي سي بلس بلس والبي اتش بي ايضا، وعندك الجافا اي اي الانتربرايز، وايضا اكليبس اي دي اي فور جافا ديفلوبر. انت بالبدايه راح تنزل طبعا اكليبس اي دي اي فور جافا ديفلوبر حسب الحاسبه مالتك 32 بت او 64، تختار مثلا ثاني عندي 64 مسويها بالفيرتشوال، فمجرد انه تقول له من داونلود، لاحظ هو ده يقول لك ثانك يو، راح يبدا بالداونلود. اذا طلع لك هذا الشريط فقط مجرد تقول له كليك وداونلود ذا فايل، شوف لاحظ طلع، فبس تقول له سيف، احفظه بمكان اللي انت تريده، مثلا فور اكزامبل ديسكتوب، قول له اوكي، فراح يبدي يحسب لك يعني ينزل لك السوفت وير اللي انت تريده. طبعا انا اصلا منزله، فاذا فرضنا انه احنا بعد ما نزل، طبعا هذا الايكليبس اخذ نسخه من عنده على الديسكتوب كوبي، هذا انا اصلا يعني خازنه على
الكلاود مالتي يعني، ف ما احتاج انزله من الانترنت، بس مجرد انه احوله للديسكتوب. زين، هسه بعد ما احنا حولنا للديسكتوب يبقى شنو؟ يبقى نسوي له اكستراكت، انه نطلع الملفات اللي بداخله موجوده، لان هو يجينا ويا زيب فايل الاكليبس. دبل كليك، اني مجرد سويت دبل كليك عليها. هسه اجي اختار الاكليبس الفولدر واجي له كوبي فايل، اختار السي مثلا اخليها بالسي واجي اقول له كوبي، انتظر الكوبي يخلص. طبعا راح ينسخ الملفات كلتها على اللوكال درايف اللي هو السي، انتظر لحد ما يكمل الاستنساخ مالته. وايضا احنا مثل ما قلنا عندنا مجموعه برامج ايضا، يعني اضافه للاكليبس احنا ايضا هنا شفنا، خلي هذا انزله، هنا شفنا انه انا ايضا عندي برنامج الكومودو اديت. الكومودو اديت ايضا يعني هو مثل محرر نصوص بس متطور. خلينا نقول كومودو، لو اجي على موقع كومودو راح الاحظ انه الكومودو اي دي اي هم عندهم كروس بلاتفورم اي دي اي، ايضا بالجافا مصمم، طبعا الاكليبس بالجافا مصمم، الباي تشارم بالجافا مصمم، كثير الاي دي ايز تصمم بالجافا كون انه جافا بورتبل، تقدر تشغلها على اي بلاتفورم ما عندك اي مشاكل. فهنا تلاحظ ما تدخل للكومودو اي دي تلاحظ انه لازم تشتريها، بالعلم انه انت اللي شفتها عندي انا ما مشتريها. فاذا عندك واحد اللي هو الكوميرشال اللي هو الاي دي اي، والاخر اللي هو مجاني اللي هو الكوميونتي. الكوميونتي مجاني يكون بس مو اسمه كومودو اي دي اي، اسمه كومودو، خلي اكتب هنا كومودو اديت. الاديت هو مجاني، لاحظ لو اجي ادخل على الاديت راح الاحظ انه ماكو شيء اسمه اشتريها، وانما راسا تقدر تنزلها. لاحظ كومودو اديت از فري اند اوبن سورس كاونتر بارت اوف كومودو اي دي، فتقدر تنزلها. لاحظ هنا طبعا هاي لانه متصفح جدا قديم لهذا يطلع لي شي مخربط. وينك يا داونلود، وينك وينك وينك، هذا داونلود طلع. فبس مجرد انه اضغط على الداونلود انتظره لحد ما يوديني للداونلود. لاحظ هنا أنا عندي حسب النسخ مالتك الماك لينكس او على الويندوز، لكن أنا مالتي الكومودو هي ويندوز، فهم عندهم ال 32 بت تلاحظ اكس 86. فاضغط على الداونلود انتظره، المفروض هسه ينطيني اشاره للداونلود. اوكي، اضغط كليك واقول داونلود فايل، راح ينطيني اختيار وين اريد احفظ الفايل. اوكي، سيف مثلا ديسكتوب، تحفظها وتقول له سيف وتنتظرها لحد ما يكمل. طبعا هنا انا اقول له كانسل لانه انا اصلا منزله. هاي بالنسبه للكومودو. باي تشارم نفس الحاله، بس مجرد تجي بالسيرش تكتب بي واي سي اتش اي ار ام، عافيه هذا ما انكتب باي تشارم، انكتب واي تشارم. باي تشارم اول شغله راح يطلع لك، تلاحظ هنا انا باي تشارم اول رابط يطلع لك، تروح للباي تشارم اوفيشال سايت، اوفيشال سايت عفوا اللي هو الموقع الرسمي مالتهم. هذا بعد يمكن ما مكمل، بعد ما مكمل خلينا نشوف. اوكي، طلعنا الباي تشارم. بالنسبه للباي تشارم طبعا اي دي جدا جميل، وهو اصلا مخصص للبايثون، يعني غير شيء ماكو بيه، هو بايثون. فهنا نقول لك جيت باي تشارم. لاحظ عندك نسخ كثيرة، عندك الويندوز، عندك الماك، عندك اللينكس، براحتك تختار النسخة اللي تريدها. فاحنا ويندوز اكو البروفيشنال اديشن اللي هو بفلوس 30 يوم فقط تقدر تستخدمه، واكو الكوميونيتي اديشن اللي هو الفري مجاني طول العمر تستخدمه. داونلود، هسه راح يبدا بالداونلود. شوف هنا طلع لك ثانك يو فور داونلودينج باي تشارم، انتظره يطلع لي هذا الشريط، اقول له داونلود فايل. طبعا يمكن يجوز يطلع شريط او يجوز يطلع راسا هذا الشكل، فاقول له سيف. نفس الحاله، تريد تحفظه بالديسكتوب سيف، وراح انتظر لحد ما يكمل. انا اصلا منزله فراح اقول له كانسل. اوكي، هذا ما بقى له شيء. زين، راح استنسخ هذول هم على اساس انه احنا سويناهم داونلود من الانترنت، فراح احفظ على الديسكتوب.
لو نرجع احنا فكينا الضغط مال الإكليبس، الإكليبس لو تلاحظون احنا فكينا الضغط مالته وين خليناه اذا تتذكرون خليناه بالسي صح. فما اجي بالسي راح الاحظ انه الإكليبس موجود هنا، هذا النزله إكليبس موجود هنا أنا. زين هسه انا فكيت الضغط مالته شلون انصبه؟ تنصيب ما يحتاج لانه احنا قلنا جافا، فقط مجرد تقول له رايت كليك الايقونه مالته، تقول له رايت كليك سند وتختار الديسكتوب. فمن تيجي ترجع للديسكتوب راح تلاحظ انه الإكليبس موجود، هذا لو غلقناه تلاحظ الإكليبس موجود على الله يكون يشتغل. ها بالمناسبة اذا ما اشتغل اتأكدوا انه انتم نزلين جافا، لاحظ version of this not compact. اي فعلا لانه الإكليبس اللي احنا نستخدمه هو يمكن مشكلة ال 64 و 32 بت، احنا نظاماتنا تصور 64 لا 32 واحنا منزلين يمكن 64، هاي المشكلة بالإكليبس. هي الفكرة وين تضمن الفكرة انه انت فقط مجرد نزله يعني تفك الضغط مالته بالإكليبس، والإكليبس هذا مجرد انه تروح الذبة وين بالديسكتوب. طبعا لازم تنزل نسخة 32. لو نرجع للإكليبس اذا يخدمنا الخط ممكن ننزل إكليبس فاونديشن رأسا للداونلود. من الداونلود نجي نختار ال 32 بت، ال 32 بت اختار الميرور داونلود، راح ننتظر لحد ما يقول داونلود داونلود. هسه نجي نحفظها على الديسكتوب 32 بت. زين هذا شنو كان 64، هذا احذفه ونجي ندخل للسي، هذا هم نحذفه، هو مجرد اكستراك احنا سوينا عليه يعني ما سوينا على شيء، فاجي اقول له ديليت. زين ننتقل على اي دي اخر، خلينا نقول كومودو عفوا انستل نيكست نيكست كله نيكست، ما تسوي اي شيء بالويندوز جدا سهل التنصيب يعني يختلف عن اللينكس. فتنتظر لحد ما يكمل وهذا يسوي داونلود اتصور. 3 مليون خط بطيء 385 كيلو بايت بير سكند. زين اوكي هسه دا ينزل كومودو. انا طبعا منزل انواع واشكال اي دي لانه انا من النوع اللي احب انزل دائما الاي دي واجربها واشوف شنو اللي بيها وشنو الشغلات اللي بيها. فانت مو شرط تنزل كل الاي ديات، لا اختار وحده من عندهم يا اللي عجبك خلاص اشتغل عليها، لان هي فكره الاي دي انه يساعدك مو شغله انه الم وخلاص، لا فكره انه يساعدك. شوف لاحظ نزل كومودو ايديت نايتلي. زين لانش هذا يعني شغل لك اياه قبل ورا ما تقول فينيش. هذا اوبن يوزر جايد اللي هو ارشادات مالته شلون تستخدمه، تقول له فينيش. راح ننزل الباي تشارم ايضا على الله لا يقول بها 64 32. اوكي كلش زين باي تشارم، لاحظ هم نيكست نيكست. هنا يقول لك كريت اسوشيشن باي دوت باي، اختارها ديسكتوب شورت كات يسوي لك اياه. هذا يعني انه من يخلق لك الملفات راح يخلقها هو راسا يعني يساعدك يسوي لك اياه دوت باي، والباقي هي فقط راسا نيكست نيكست لا اكثر لا اقل. بس انا ما اعرف يعني انا دا اشوف الباي تشارم يعني اكثر يعني كثير من المبرمجين يعتمدون على الباي تشارم كمان انه هو اختصاص اصلا بايثون، بس لكن انا احبذ الإكليبس. ليش؟ لأنه يعني المبرمجين اللي يعرفون أكثر من لغة، اللي يحب فقط بايثون لا فقط باي تشارم كلش كافي، بس خلينا نقول اللي يحبون مثلا يشتغلون على أكثر من لغة سي بي اتش بي مثلا عندك جماعة يشتغلون بالسي جماعة يشتغلون بالبي اتش بي جماعة يشتغلون بالجافا جماعة يشتغلون بالبايثون، فأنا أنصح له أنه يستخدم الإكليبس لأن الإكليبس بها كل هاي اللغات اللي أنا هسه ذكرتها. أما إذا يريد لغات بعد أكثر مثل HTML5 CSS3 SQL وكثير من اللغات وحتى البايثون وحتى الجافا وهذا، فأنصح NetBeans. NetBeans يعني كل اللغات تقريبا يدعمها. فلاحظ هنا إذا هذا اختاريته راح يشغل البايتشارم، فاقول له فينيش. فهسه صار عندي الكومدو ايديت، اذا الاثنين بعد ما احتاجهم صار عندي الكومدو ايديت وصار عندي الجيت برين بايثون تشارم.
عفوا اضغط على دبل كليك على الايقونة. طبعا يمكن جاوزنا وقت الدرس بس ما يخالف، احنا فقط نكمل الويندوز انه احنا شلون نصب على الويندوز. لاحظ هو هذا الواجهة مالت الكومدو، ف بس ليطلع اكبر من حجم الشاشة كلوز. اوكي فهنا لاحظ نيو فايل، هاي نيو فايل مجرد انه انت تجي هنا مثلا تقول له برنت، وتجي بداخل برنت مثلا تكتب اسمك هذا لا اكثر لا اقل. هنا خلينا نشوف شنو عندنا دسنا عليه. لاحظ هاي اللغات اللي يدعمها كلها هاي اللغات، فانا اقول له هو بايثون 3. اوكي هو بايثون 3، شوف راسا هو لونه غير اللون مالته. فمن هنا تجي تقول له سيف، تريد تحفظه وين؟ لاحظ هنا الامتداد مالته PYW، فانت مثلا تختاره بالديسكتوب، تجي هنا مثلا تكتبه name.py فتقول له سيف. فممكن انه انت تشتغل به هنا براحتك، ويمكن بها خصائص تقريبا هواية، يعني شغلات كثيرة صراحة. command output هم يعني هذا اكيد انه I am in command. زين هذا مالي مفروض هنا command out مفروض يعني معناته اذا command بيها يعني اكيد بيها يمكن تنفيذهم يعني، بس بصراحة انا ما بشتغل بيه، بستخدمها كإديتور بس انه اعدل بين الملفات. على اي حال انه انت ممكن تشتغل عليها و تشوف مثلا يجوز بيها ممكن تشغل بيها، بس هتصوره هو اديتور لا اكثر لا اقل. يعني هاي بالنسبة للكومدو كومودو هاي دائما اغلط بيها. بالنسبة للباي تشارم، دبل كليك على الباي تشارم. باي تشارم يعني اي دي متكامل. هاي اذا انت عندك اصلا سيتنج موجود تريد تاخذه، يعني كنت منزل باي تشارم قديم خلينا نقول وجبت اصدار جديد وانت تنزله، ممكن تاخذ السيتنج مالته من الموقع يعني وين انت كنت حاط السيتنج مالته بالسي بالدي، فتقدر تاخذه. اذا اصلا انت ما منصبه هاي اول مره فهو الاختيار الثاني، تقول له اوكي تنتظر لحد ما يحمل. هسه دا يشتغل عندنا الباي تشارم، بس اتاكد من الوقت 17 منت. اوكي هذا الاثنين اختارهم وقول له الو اكسس، حيشتغل عندك الباي تشارم كله ديفولت. قول له اوكي نيو بروجكت، كرييت نيو بروجكت، بروجكت جديد، هذا قول له اكس. البروجكت هنا اسمه مثلا هلو. اوكي انتر بريديتور، المشكلة انه انا ما نسيت انزل البايثون اصلا يعني، فلهذا ما اقدر اشغل هسه. انا اقول لك كلوز، لازم مفروض انه انا انزل البايثون ايضا، بس المهم انطيتكم فكرة انه كيف انت تنزل الباي تشارم كومودو ايكليبس. فراح اوقف التسجيل هنا حتى اقدر اسوي لك درس اخر ونكمل شغلة الاي ديز. فلهنا ينتهي الدرس، وان شاء الله نلتقي بدرس اخر، ومع السلامة.